السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة القنيطرة المدنية، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. إذا نستمر في الجولة ديالنا من بعد ما شفنا في الفيديو السابق تجزئة الزيتونة، تجزئة جنان 6 وجزء من حي الرياض. نكمل الجولة ديالنا، غادي ندوز عاوتاني من الرياض وغادي نمشيو هذه المرة لحدائق حلالة. يلا أتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمة الله.
بدات كتعمر دغيا تبارك الله. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى انه يعجبكم وكان مفيد لكم. ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله.